بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حكم الصوم من أكل أو شرب ناسيا. ثم ذكر هذا الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى رزق سقاه الله له. وجاء عند الحاكم، وهو صحيح: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة له. وهذا الحديث الحاكم حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث نتكلم عن مسائل فيها. المسألة الأولى: الحديث دليل على ماذا؟ على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح ناسيا. طبعا من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه، إذ لا قصد له في ذلك، لم يتعمد في ذلك، بل هو رزق ساقه الله إليه. ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله عز وجل، وليس عليه قضاء أيضا، لأنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صومه. فده يعني قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه، يواصل صومه. فدل على أنه صائم حقيقة، وهذا أمر مجمع عليه. بعض العلماء قد خالف كإمام مالك وربيعة الرأي، حيث قالوا ببطلان صومه ولزوم القضاء، لأن الإمساك قالوا عن المفطرات ركن الصوم، كمن نسي ركنا من أركان الصلاة مثلا. ومعنى فليتم الصوم عندهم، عند مالك، أي فليتم إمساكه عن المفطرات. والصحيح صحة صوم، هذا قول الراجح، وأنه لا قضاء عليه. والحديث حجة ظاهرة، وقد خالف جمهور المالكية المتأخرين الإمام مالك. المالكية خالفوا إمام مالك، خالفوا شيخهم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. لكن ولا قضاء عليه، هذه لفظة شاذة، بعض العلماء يقولون هذه زيادة لا تصح. المسألة الثانية: قاس الفقهاء عن الأكل والشرب بقية المفطرات، لقوله في الرواية الثانية كما ذكرنا: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. وتخصيص الأكل والشرب في الحديث إنما هذا ماذا؟ واعتبار الغالب، الأغلب الشيء، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، يعني يقاس على غيرها. مسألة الجماع: لو جامع الرجل في نهار رمضان زوجته وهو صائم وهي صائمة، وهو ناسي أنه صائم وهي ناسية، وقد يكون يعني غير معقول، يعني كلاهما قد نسي، لكن لو قد نقول فرضا أنه حدث هذا الشيء، هل يقاس على الأكل والشرب؟ اختلف العلماء على قولين. قول الأول: سادة الحنفية قالوا لا يقاس عن الأكل والشرب، لأن غير يعقل، لأنه الرجل لو نسي
الزوجة لا تنسى، لكن الصحيح يقاس، هذا الحكم في الصائم يقاس على ماذا؟ على النسيان، حتى لو على الجماع، لأن الله عز وجل قد جعل لنا قاعدة عظيمة، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجابة لهذا الدعاء قد فعلته، وفي رواية قد قال نعم. هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. مثل ذلك ما لو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه من غير قصد، يعني لم يفسد صومه. وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو من طريق أو نحو ذلك لا يفسد صومه، لأنه كالناس في ترك العمد وسلب الاختيار. طيب، مسألة لو رجل من رأى، يعني رجل رأى رجلا صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا، هل عليه أن يأمره بالمعروف وينهى عنه؟ نعم، واجب عليه إعلامه وتذكيره، لأنه هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكل والشرب في رمضان منكر والناس معذور، فوجب على الذي يراه إعلامه في الحال، فيقول له يا أخي لا تشرب أنت صائم، فواجب عليه. هذه أمور من رحمة الله عز وجل، الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب فلا تأثير لا على صومه ولا عليه كفارة، فقال فليتم صومه، يواصل صومه، وهذا من رزق الله عز وجل، قال فإنما أطعمه الله وسقاه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.